سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق حل مشكل بامبل حساب مقيد. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق بامبل، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق بامبلز فيظهر على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم بامبل. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.